عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كل سنه وانتم طيبين وبكل خير وصحه وسعاده يا رب، ويتعاد علينا كلنا بالخير والصحه، واهم حاجه الصحه بمناسبه رمضان وشهر رمضان الكريم. الحقيقه انا جالي من قبل الفتره اللي غبتها دي واثناء ما كنت غايبه اسئله كتير جدا على الفيديوهات وعلى القناه، وبيقولوا لي احنا بنسألك بقالنا فترة طويلة وانتي ما بترديش علينا. بس انا الحقيقة كنت بجمع الاسئلة على اساس ان انا اجاوب عليها في فيديو خاص بيها لوحدها، والنهاردة قررت ان انا ان شاء الله وبعد الفترة دي ان انا ان شاء الله ناوية ارجع للقناة تاني وان انزل فيديوهات تاني. فقلت اول فيديو انزله على القناة لازم يكون الاسئلة بتاعتكم واجاباتي عليها. الحقيقة أنا كنت غايبة ليه؟ أنا مبدئيا الأول أول ما غبت على القناة من حوالي 3 أسابيع، الحقيقة كان عندي مناسبة سعيدة الحمد لله. بنتي اللي فرحها أنا كنت منزلاه السنة اللي فاتت على القناة، كانت حامل ووضعت مولودها الأول الحمد لله، وجالي حفيد وبقيت تيتا أميرة، وجالي اول حفيد طلعي. دي حاجة، فطبعا كنت مشغولة معاها جدا، فدي حاجة كانت معطلاني عن القناة. وثانيا بعد كده الحقيقة ومع دخول رمضان، اول يومين في رمضان كنت ناوية اصور، ولكن للأسف حصلت لي وعكة صحية، وطبعا انتوا عارفين مع رمضان والصيام والتعب فما قدرتش اصور. فانا بعتذر لكم جدا عن تاخيري في تنزيل فيديوهات على القناه، واوعدكم ان انا ان شاء الله هلتزم، ولكن هتبقى قصص من غير صور، يعني هتبقى مجرد قصص انا بحكيها. ولو حبيتوا احط لكم المصادر في الديسكريبشن، اوكي انا ممكن احطها، ولكن هتبقى من غير صور عشان يبقى المونتاج سهل عليا ان انا انزل كل يوم اذا قدرت او يوم بعد يوم قصة جديدة. وطبعا هقول لكم يعني هحط مصادرها، وهقول لكم كمان على المكان اللي منه القصة، وتقدروا انتوا تبحثوا وتعرفوا يعني من المصادر الصور والفيديوهات اللي بتبقى نازلة عن القصة. ولكن انا هنزلها ان هي يعني مجرد قصة انا بحكيها من غير صور، او هيبقى في صورتين ثلاثة على اساس ان انا يبقى سهل عليا المونتاج ان انا اقدر ده خلال رمضان بس، طبعا على اساس ان يبقى يعني صيام وبعد الفطار ان انا اقدر اصور القصة وانزلها في نفس اليوم او تاني يوم ان شاء الله. وطبعا اثناء رمضان احنا معادنا دايما الساعة 5 أو 6، فده هيبقى صعب جدا قبل الفطار، فانا ان شاء الله هيبقى معاد الفيديوهات الجديد الساعة 10 بعد الفطار، يعني 10 مساء ان شاء الله باذن الله. اما بقى عن اسئلتكم، فالحقيقه انا اتسالت كتير جدا السؤال ده، مع اني جاوبت عليه اكتر من مره على القناه، بس ما اعرفش يعني كان بيبقى في لايف او في بث مباشر، فما اعرفش رجعت اتسالته تاني. هل انت مرتبطه او متزوجه؟ الحقيقه لا، انا مش مرتبطه ومش متزوجه. اتجوزتي كم مرة؟ الحقيقة انا ما اتجوزتش غير مرة واحدة بس، ابو اولادي. عندك قد ايه اولاد؟ انا عندي بنتين ولد. الولد انا طبعا كلكم عارفين او معظمكم عارفين انا اولادي مش مصريين، ولادي اردنيين. ابني في عمان في الاردن، والبنات موجودين معايا هنا. وبنتي الكبيرة اتجوزت مصري كمان، يعني هم عايشين معايا في مصر بقالهم تقريبا 10 سنين. انت عايشه مع مين في البيت؟ انا عايشه مع بنتي الصغيره صوفي، وان شاء الله هطلعها معايا في القناه واعرفكم عليها. وبنتي الكبيره متزوجه، ولكن زوجها بيشتغل في ايطاليا وعايش في ايطاليا معظم الوقت. فيعني من ساعه ما اتجوزت، هي بقالها سنه بس متجوزه، لما بيكون موجود في مصر بيبقوا في بيتهم، ولما بيبقى جوزها في ايطاليا في شغله هي بتبقى موجوده معايا.
وطبعا ان شاء الله المره دي لما هو يسافر هي هتبقى موجوده معايا، هي وابنها طولاي. انا عندي كام سنه الحقيقه، ان ده سؤال صعب جدا ان حد يسأل واحده ست، وصعب ان انا اجاوب عليه، فيعني يا ريت محدش يسالني السؤال ده تاني. انا عايشه في مصر بقالي قد ايه، او الاماكن اللي انا البلاد اللي انا عشت فيها قبل كده. يعني الحقيقه انا عايشه في مصر بقالي اكتر من 15 سنه وشويه، لا 17 سنه بالظبط. قبل كده طبعا كنت عايشه في عمان فتره طويله جدا من حياتي، وقبل كده في طفولتي كنت عايشه في الكويت مع اهلي، مع بابايا ومامتي واخواتي، وعشت في البحرين في المنامه سنه وثلاث شهور تقريبا. ودول الاربع دول اللي انا سافرتهم، يعني الكويت وعمان الاردن يعني والبحرين ومصر. وانا وفي دول سافرتها دول عربيه كلها، بس سافرتها سياحه اللي هو اسبوعين 10 ايام ورجعت، يعني مكان ما بكون مستقر. ولكن الدول اللي سافرتها وعشت فيها فترات طويله الكويت، عمان ومصر والبحرين عشت فيها سنه وثلاث شهور. وطبعا كلهم انا بحبهم جدا وكلهم عجبوني جدا. بحمل جنسيه انهي دوله غير مصر؟ انا معايا باسبورين، الباسبور المصري والباسبور الاردني. والحقيقه انا مامتي وبابايا مصريين، ولكن انا لما تزوجت اردني حصلت على الجنسيه، واولادي اردنيين وحاصلين على الجنسيه المصريه للام طبعا اللي هو انا. وانا بحب الاردن جدا، كانها مش كانها هي الاردن فعلا بلدي الثانيه، وانا بحبها جدا جدا. وعشت فيها فتره طويله جدا من عمري، تقريبا تلت عمري، فانا يعني بعتبر الاردن، او هي دي الحقيقه يعني الاردن بلدي الثاني زيها زي مصر، لان ليا فيها ذكريات وولادي اردنيين، وانا ما انقطعتش عن الاردن حتى بعد انفصالي عن ابو اولادي، ما انقطعتش عنها، لان زي ما قلت لكم انا معايا الباسبور الاردني والبطاقه الاردنيه ودفتر عيله اردني واوراق اردنيه زي الاوراق المصريه بالظبط. فانا اردنيه، يعني زي ما انا مصريه انا اردنيه، وبحب الاردن جدا ودايما بروح الاردن. هما بس يمكن سنتين ثلاثه الاخرانيين اللي ما سافرتش الاردن، لان كنت مشغوله بكتاب بنتي وزفافها، ودلوقتي عشان كانت حامل، وكمان لان بنتي الصغيره عايشه معايا دلوقتي في البيت، فما اقدرش اسافر واسيبهم يعني، وخصوصا ان ابني هناك. فيعني لو لما وبعدين ابني بيجي على طول، فلما بيكون عايزه حاجه من هناك ابني بيجيبها لي. ولما بسافر عمان ليا في عمان بدل البيت اتنين، يعني اصحابي واصدقائي وقرايب ولادي وابني، فيعني الاردن مش غريب عليا. وهي دي البلد اللي انا بحمل جنسيتها مع الجنسيه المصريه. كمان اتسالت انت ليه مش بتطلعي ولادك معاكي على القناه؟ الحقيقه انا ما اقدرش افرض عليهم ان هم يطلعوا معايا على القناه. يعني قلت لهم قبل كده، وهم بنتي الكبيره تحديدا ما رفضتش، ولكن قالت لي ان يمكن جوزها ما يحبش ده، وقبل ما حتى تتجوز كان مكتوب كتابها، فقالت لي ان ممكن ما يحبش ده، فانا ما طلبتش منها ده. وهي طبعا بما انها انسانه متزوجه فهي مش تقدر، يعني ما تقدرش تعمل حاجه من غير ما تستشير جوزها، وانا كمان ما اقدرش اطلب منها ده ولا اخطب عليها ده. وبنتي الصغيره لو حبت ان هي تطلع معايا انا ما عنديش اي مشكله، لو ما حبتش انا برضو ما عنديش اي مشكله. الحقيقه ان انا ام ديمقراطيه جدا في كل حاجه في الحياه، وولادي مش صغيرين كمان عشان اخصبهم، ولو كانوا صغيرين ما كنتش هخصبهم ان هم لازم يطلعوا معايا على القناه، وخصوصا ان انا قناتي قناه حكايات وقصص، وبنتكلم فيها عن القصص وعن الديانات. وهي لو حبت بنتي الصغيره تطلع معايا انا ما عنديش اي مشكله، بالعكس انا برحب جدا انها تطلع معايا، واتمنى ده.
وهعرفكم عليها، ده وعد مني ان انا هخليها تطلع معايا في فيديو من الفيديوهات واعرفكم عليها. بالنسبة بقى انا يعني في هايدي كمان سألتني ان قلنا على هواياتك. الحقيقة انا طول عمري من وانا طفلة تقريبا صغيرة اهم هواية عندي هي القراية. انا بحب القراءة جدا، وكان عندي حتى من وانا يعني 13 او 14 سنة كان عندي مكتبة انا واخواتي، وكانت مكتبة كبيرة وكنا بنقرأ حاجات، بس اللي كانت تتناسب ساعتها على سننا، وكل ما بنكبر بنقرأ حاجات تتناسب مع سننا. وانا لحد النهاردة عندي مكتبة وبحب القراية جدا وما بقدرش انقطع عن القراية. ولكن في الفترة الاخيرة بما اني دلوقتي بقيت بصور وبمنتج والقناة بقت بتاخد وقت كبير جدا مني، فما بقاش عندي وقت للقراية زي زمان. وبقيت كمان يعني الحاجات اللي ممكن اقراها في كتاب ممكن اتفرج عليها في فيديو حد عامله عن معلومات معينة، في حاجات وثائقية يعني. وانا بحب اقرا كل حاجة تقريبا، قصص، روايات، شعر، يعني في الادب، في السياسة، في ان يبقى كتاب حد بيعلم فيه حاجة معينة. يعني انا تقريبا بحب اقرا كل حاجة، وقريت تقريبا لمعظم الكتاب المصريين، يوسف ادريس، يوسف السباعي، توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، امير الشعراء احمد شوقي، فاروق جويدة، فاروق شوشة، يعني تقريبا قريت في كل حاجة. حتى وانا في عمان كنت بحب القراية جدا، ولو كنت ما بيبقاش عندي كتب جديدة او ما فيش مجال اللي انا انزل عشان اجيب كتب جديدة، كنت بجيب المجلات واقراها من الجلدة للجلدة، يعني لان انا بحب القراية فوق ما اي حد يتخيل يعني. ودي من اكتر الهوايات اللي استمرت معايا طول حياتي. ولكن كان عندي هوايات تانية زي التنس مثلا، كنت بلعب تنس لفترة طويلة جدا، وعندي المضارب بتاعتي من وانا 12-13 سنة لحد دلوقتي لسه محتفظة بيها للذكرى يعني. والحقيقة هي دي الهوايات اللي استمرت معايا. ده طبعا ده غير ان انا بحب الكروشيه والكنفا والتريكو والحاجات دي، الاشغال اليدوية بحبها جدا جدا وبمارسها برضو لحد دلوقتي لما بيكون عندي وقت، وخصوصا في الشتاء. يعني انا في الشتاء من اكتر هواياتي اللي بمارسها وهي شغل الكروشيه، وبعمل حاجات ليا ولبناتي وحاجات كده يعني. ده بجانب القراية. ولو مفيش استطاعتي ان انا وقت ان انا اقرا كتير، بيبقى بكتسب معلومات عن طريق الانترنت. بس تقريبا انا جاوبت على اسئلة هايدي اللي هي عايشة مع مين او عايشة فين. فانا ساكنة في القاهرة، عايشة في القاهرة يعني، وساكنة بالتحديد في مدينتي. واعتقد ان معظم الناس اللي موجودين عندي على القناة او المتابعين اخواني واخواتي اللي على القناة عارفين ان انا ساكنة في مدينتي، لان يعني كان في فيديوهات من زمان قوي وانا بمشي ويعني وفي البلكونة، يعني اللي ليا من زمان معايا من زمان على القناة من اول ما فتحت القناة عارفين ان انا ساكنة في مدينتي. في كمان سؤال، انتي بتكسبي كام من القناة؟ الحقيقة انا لحد النهاردة ما اخدتش ولا مليم من القناة. يمكن انا فتح القناة بقالي سنتين وشوية، يعني يوم 10/4 اللي احنا فيه ده 10 ابريل 2019، واحنا في 21، يعني انا فتح القناة بقالي سنتين و15 يوم تقريبا. وكان المفروض ان احنا هنحتفل بمرور سنتين على القناة، ولكن انا ما حبيتش اعمل ده لان احنا لسه المتابعين شوية صغيرين. فان شاء الله نحتفل باذن الله لو ربنا اراد وبقينا 100,000 مثلا، ممكن ساعتها نحتفل. انا ما اخدتش ولا مليم من القناة. واغلب القصص اللي بنزلها وبعض الديانات بيتحطلي عليها اساسا علامة صفراء، يعني ممكن تكون بعض القصص عليها مشاهدات كتير جدا
ولكن انا عندي عليها علامة صفراء. اولا قصة الصائر رايت، كل فيديوهاتها اللي متابعيني برضو من زمان عارفين ان انا عملت فيديوهات كتير قوي على المرحومة الصائر رايت، كل فيديوهاتها دي عليها علامة صفراء، ما بيجيش عليها ارباح. معظم القصص لو حد متابع مع قنوات قصص تانية هيبقوا عارفين، واكيد يعني زمايلي اللي على اليوتيوب وعندهم قنوات بيقولوا ان معظم القصص اللي بتبقى جرائم قتل او خطف ما بيبقاش عليها ارباح من اليوتيوب، وبتحط لنا عليها علامة صفراء، لان معرفش الحقيقة دي سياسة اليوتيوب يعني. فانا معظم الفيديوهات عندي عليها علامة صفراء، الا اذا كانت مثلا فيديو يعني في ديانات او في قصة اتحلت وقصة يعني ما فيهاش قتل وخطف وحاجات كده، في كلمات معينة اليوتيوب بيحط للفيديو عليها علامة صفراء. فأنا ما كسبتش حاجة من القناة، ولسه ما أخدتش ولا مليم من القناة. ده برضو بيرد على السؤال اللي هو انت بتعملي ايه بأرباح اليوتيوب. الحقيقة انا ما بعملش اي حاجة، لان انا ما أخدتش اي حاجة من اليوتيوب لحد النهاردة، رغم ان انا بقالي سنتين زي ما قلنا فاتحة القناة، وما شاء الله يعني القناة عليها أكتر من 200 فيديو، ولكن أنا ما ومتفعلة من زمان على فكرة، بس أنا ما أخدتش منها أرباح. لما إن شاء الله ربنا يريد ويطلع لي أرباح من اليوتيوب، ساعتها ممكن أفكر معاكم أنا هعمل إيه بأرباح اليوتيوب. ده يعني إجابة سؤالين، اللي هو أنت بتاخدي كام وبتعملي إيه بالفلوس. ده خلاص يعني خلصنا منه. انت بتفكري ترتبطي تاني ولا لا؟ الحقيقة لا، يعني موضوع الارتباط ده مش وارد عندي خالص، ومش وارد من زمان يعني، مش من دلوقتي. انا لو عايزة ارتبط كنت ارتبطت من ايام ما انفصلت، انا منفصلة بقالي 15 سنة يعني، كانوا لسه ولادي صغيرين، وانا قعدت فترة طويلة جدا في مصر، وولادي في عمان عند باباهم في الاردن يعني، وما كانوش معايا. وطبعا ده ما كانش بارادتي ولا بارادتهم، كان لظروف معينه، لكن الحمد لله يعني هما دلوقتي عايشين معايا. فانا لو عايزه ارتبط كنت ارتبطت، ولادي مش معايا، مش حاسه لما ولادي ييجوا ويعيشوا معايا ويبقوا بنات كبار، وواحده وبنتي الكبيره تتجوز، وابني كمان متجوز في عمان من سنه تقريبا. وبعدين افكر انا في الارتباط، يعني اللي بيفكر في الارتباط يرتبط من زمان مش من دلوقتي، فموضوع الارتباط ده مش وارد عندي خالص. وبعدين يعني بصراحة هي اللي تتجوز مرة يعني ما تعيدش الغلطة دي تاني ابدا في حياتها يعني، معلش ما الرجالة ما يزعلوش مني، بس دي حقيقة يعني. وبعدين الحمد لله انا حياتي مستقرة، والحمد لله انا كده مبسوطة جدا ومرتاحة جدا. الحقيقة كمان جاني سؤال ان انتي ما بتفكريش تروحي تعيشي في عمان. زي ما قلنا قبل كده انا معايا جنسية الاردنية، ولو حابة ان انا اروح اعيش في عمان كنت روحت من زمان، ولكن دلوقتي انا معايا بنتي الصغيرة بتدرس هنا في مدارس مصرية، وبنتي الكبيرة اتجوزت مصري وعايشة في مصر، فانا لو هروح استقر في عمان كنت رحت من الاول، من قبل بنتي ما تتجوز مصري، ومن قبل بنتي الصغيره ما تكبر وهي دلوقتي في ثانوي، كنا عشنا هناك على طول يعني، وخصوصا ان ابني مستقر هناك وبيجي مصر زيارات يعني، مش مستقر هنا وعمره ما كان مستقر هنا. فيعني يعني كان في مجال اكبر ان انا اروح اعيش هناك، اما دلوقتي فلا يعني. ممكن اروح زياره، بروح اقعد شوية مثلا في بيت ابني مع صحباتي، ازور الناس اللي اعرفهم هناك وبحبهم، اشوف عمان، استخرج اوراق مثلا ليا ولاولادي، لان احنا ساعات بنحتاج ان انا اروح عشان استخرج اوراق من هناك، حاجات كده. ولكن ان انا استقر هناك لا، ده مش وارد يعني على الاقل دلوقتي. بس دي الحقيقة كانت الأسئلة اللي جاتني. وفتحت قناة ليه؟
الحقيقة أنا بحب القراية جدا، وعندي اطلاع عن حاجات كتير جدا، وكمان يعني أنا في قنوات كنت متابعاها حتى من قبل أنا ما أفتح القناة من سنين كتير، وكنت بحبها جدا وبحب أتفرج عليها وما زلت بحبها وبتابعها، قنوات مصرية وغير مصرية عربية برضو. فمن حبي للقصص وكم القصص اللي أنا قريته في كتب قبل كده، حبيت إن يبقى عندي قناة وإن أنا أطلع أتكلم مع إخواني اللي بيتابعوني على القناة دي، ويا رب نكتر ونبقى أكتر وأكتر، والقناة يجي عليها يوم. ده من أكبر أحلامي إن يبقى في يوم من الأيام القناة عليها 100,000 متابع، وأتمنى إن الحلم ده يتحقق في يوم من الأيام، وعشان كده عملت القناة. وخصوصا إن أنا إنسانة بيتوتية قوي، وحط تحت قوي خطين، يعني أنا من الناس اللي حتى من غير الحاجات اللي بتحصل اليومين دول، وإن الناس لازم تقعد في البيت وفي حاجات مش كويسة برة والكلام ده، أنا من البداية إنسانة بيتوتية وبحب البيت وبحب قعدة البيت، ومش من الناس اللي بحب أخرج كتير. فدي يعني حسيت إن القناة ممكن تبقى نافذة أو واصلة بيني وبين الناس اللي بيتابعوني، واتكلم معاهم واتكلموا معايا في الكومنتات، ويعني يبقى لي أصدقاء من خلال القناة. وطبعا انتم بالنسبة لي مش بس أصدقاء، أنا فعلا بعتبركم إخوات ليا كلكم، رجالة وستات، واللي في عمري واللي أصغر مني واللي أكبر مني. وكده نبقى خلصنا الأسئلة، وأتمنى إن الفيديو يبقى خفيف عليكم، وانتم وحشتوني جدا، واتمنى ان تقولوا لي رايكم في الكومنتات اذا كان الاقتراح اللي انا قلته عجبكم فعلا، ان انا انزل قصص كل يوم او يوم بعد يوم بس من غير صور علشان المونتاج بياخد وقت طويل، ولا انزل مرتين في الاسبوع زي ما كنا الاول ولكن بنفس الطريقه اللي كنا بننزل بيها الاول. هستنى ارائكم، واتمنى ان انتوا تعملوا الفيديو لايك وشير، و تكتبوا لي في الكومنتات اي اسئلة عندكم، انا هبقى اجمعها وارد عليكم برضو كل فترة في فيديو اسئلة واجابات. وتكتبوا لي كمان رأيكم في موضوع ان انا انزل يوم بعد يوم، ولا انزل مرتين في الاسبوع بنفس الطريقة القديمة اللي كنا بننزل فيها. اشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية، وباي باي.